كبيرة من الكبائر المشاؤون بين الناس بالنميمة. عشان كده من لطائف القصص، واحنا زمان مشايخنا بيعلمونا انه النميمة دي مرض خطير وآفة من آفات اللسان. حكولنا قصة زمان انه كان في راجل رايح يشتري عبد، ايام ما كان في عبيد سادة وعبيد، فالبائع كان امين بيقول له خد بالك العبد ده في عيب واحد بس. قال لي ايه هو؟ قال له نمام، يعني بينقل الكلام. قال له طب دي حاجة بسيطة، ايه يعني؟ ايه يعني بينقل الكلام يعني؟ ايه يعني بيتكلم؟ ثرثار يعني، ها؟ بيتكلم بينقل الكلام، ايه المشكلة يعني؟ والراجل اشتراه ومتخيل انه ده عيب بسيط. اي شخص عنده المصيبة دي ده عيب كبير جدا. اللي بينقل الكلام ده اقول له الحق توب، الحق استغفر ربنا سبحانه وتعالى، الحق امسك لسانك، اوعى تنقل الكلام الا الكلام اللي فيه خير، الا الكلام اللي يقرب الناس من بعضها. المهم يا حضرات، الراجل اشترى هذا العبد، عمل ايه العبد المصيبة ده بقى؟ وهو في البيت راح لزوجة سيده، لا على فكرة انا سمعت ان زوجك يريد ان يتسرى، يعني ايه يعني؟ عايز يجيب اماء لدرجة انه فكر انه يتجوز عليك. ده الخبر ده بالنسبة للمرأة يغيب عقلها، يخليها تثور. قال لا 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 بس في حل. قالت له ايه هو الحل؟ قال لها بصي انت تجيبي لي شعرات من لحيته كده، كم شعرة، خد الموس وهو نايم هاتي كم شعرة من لحيته ونعمل لك حجاب حلو. خلاص قال لها، ما قال لها الكلمتين دول راح للراجل بقى، قال له بص اسمع، انت سيدي وانت اللي بتصرف عليا، فانا لازم اقول لك على اللي انا شفته. مراتك بتحب واحد تاني واتفقت معاه انها هتتجوزه، بس هتخلص منك الليلة. فقالت له وانا وانت نايم هتموتك وانت نايم. فالراجل صاحب البيت ده تظاهر انه نايم بالليل، عمل نفسه نايم عشان يشوف كلام العبد ده سليم ولا لا. فلقى زوجته دخل عليه حضرات ومسك الموس اللي هتقطع بيه ودخل على لحيته وقربت بتمسك لحيته، اما سكها قتلها. كانت هتقتله، وهي مش هتقتله، قتلها. فجاء قومها فيعملوا ايه بقى؟ فقتلوه قصاصا، وقتل بنتهم، قاموا قاتلينه هو كمان. ده كل ده بسبب ايه؟ النميمة. عشان كده وما آفة الأخبار إلا رواتها. يعني ايه؟ يعني مشكلة الأخبار اللي بيجيبها.